ختام مباريات الربع النهائي جمعة الشباب صاحب الألقاب الثلاثة مع مين؟ مع الأهلي صاحب 13 لقب. حمادي قدم. بسم الله الرحمن الرحيم. سيداتي آنساتي سادتي، الأهلي موسم للنسيان في الدوري، والكأس هو أمله الإنقاذ الوحيد، خاصة وأن صاحب الرقم القياسي في عدد التتويجات لم يرفع الكأس الغالية في النسخ الست الأخيرة. أما الشباب فأمله استعادة الثقة بعد خماسية الهلال الأخيرة في الدوري. الأهلي قدم أداء لافتا ليعكس إرادة قوية وتطورا كبيرا، لكن النجاعة غابت ليتقدم الوقت دون تغيير في النتيجة. شوط أول مفتوح والفريقان يقاتلان من أجل خطف هدف التقدم، لكن اللمسة الحاسمة لم تحضر عكس الارتباك الذي كاد يهدي ليوث التقدم. السومة اجتهد بتصويبة مباغتة، لكن الحسم تأجل إلى الشوط الثاني. كانت في منتهى الروعة. هيرفي رينار يتنقل بين الملاعب ليتابع باهتمام، فبعد قمة الهلال والنصر جاء الدور على قمة الشباب والأهلي، وهتان بهبري يصنع هدف المباراة الأول. وكأننا بخبر وصول رينار وصل للاعب الأخضر، فاجتهدوا أكثر لإثبات أنهم حاسمون مؤثرون. غريب وأيمن يحيى لم يوفقا، لكن الربيعي كان في الموعد ليؤكد أنه منيع. بعد الربيعي جاء الدور على فواز ليؤجل هدف التعادل، والأكيد أن فواز القرني لا يتحمل مسؤولية هدف الأهلي. فواز القرني أوصل رسالة مضمونة الوصول لرينار، شباك الصقور في أمان. عبد الباسط هندي أراد أن يقدم أوراق اعتماده فتألق، والتنافس لا يتوقف بين لاعب الأخضر السعودي في تقديم الأفضل. وغريب يهدي كارلوس إدواردو كرة الحسم، وكارلوس يضيعها بغرابة. كرة القدم قاسية، والحكم يمنح الشباب ركلة جزاء حولها البرازيلي كارلوس جونيور إلى هدف استعادة التقدم. الأحداث تتسارع، والليوث يضيعون الثالث ويكملون الدقائق الأخيرة بعشرة لاعبين بعد إقصاء باولينيو بالصفرة الثانية. شاموسكا عينه على الاحتفاظ بالكأس، لكن عليه الاستعداد جيدا لمواجهة الهلال في نصف النهائي. حمادي قردبو، صدى الملاعب. ألف مبروك للشباب، هارد لك للأهلي.